ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن محمد المدحجي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد محمد. الحديث اليوم عن هذه الزيارة التي يقوم بها بايدن، المعلن عنها أنه يريد دعم تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، ومع هذا أخذ علي أنه سيبقى فقط 15 ساعة أو 17 ساعة، بينما يخصص يعني يومين لزيارات شخصية وعائلية. إذن هل كان هنالك ترتيبات من أمريكا باتجاه أيرلندا الشمالية قبل هذه الزيارة، وأتت الزيارة لمجرد الإعلان؟ طبعا لا، هذه الزيارة هي في الواقع ضمن عدم ارتياح واشنطن اتجاه لندن، وخاصة بعد الإعلان عن أن بايدن لن يحضر مراسم تنصيب الملك تشارلز على العرش، وهذه فيها رسالة واضحة أن هناك انزعاج أمريكي من توجهات تشارلز، وخاصة أن أول زيارته الخارجية كانت إلى ألمانيا، والولايات المتحدة الآن لديها سياسة واضحة اتجاه ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، حيث تريد الولايات المتحدة المزيد من النفوذ في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وشاهدنا تصعيد اللهجة بين ضفتي محيط الأطلسي، أي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث اتهم المستشار الألماني الولايات المتحدة بشن حرب تجارية على الاتحاد الأوروبي، وكذلك إيمانويل ماكرون وجه انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية بسبب عدم تعاونها بتخفيف الأزمة الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي بسبب حرب أوكرانيا. فكل هذه الأمور الآن يبدو أن هناك عدم ارتياح، أو يمكن أن نشهد تصعيد معين بين لندن وواشنطن في ملفات تتعلق بالاتحاد الأوروبي. ونعلم أن تاريخيا هناك تباعد أو صراع بين أيرلندا وإنجلترا فيما يتعلق بأيرلندا. الأيرلنديون شنوا شبه حرب على إنجلترا أكثر من 4 عقود، وجهات داخل الولايات المتحدة دعمت هذه الحرب لما وصلنا إلى اتفاق الجمعة العظيمة. والآن بايدن بدل أن يزور لندن يزور أيرلندا الشمالية، إحدى نقاط الخلاف أو الاختلاف في ما بين إنجلترا والملف الأيرلندي والاتحاد الأوروبي. طيب، أي بمعنى إذن تدعم إذن أستاذ محمد تدعم الأحاديث أو الأقاويل التي تشاع بأن هنالك نوع من التوتر سبق هذه الزيارة ما بين داون ستريت والبيت الأبيض؟ نعم، هذا واضح، وليس هي فقط إشاعات، بل غياب بايدن عن تنصيب تشارلز ودون دليل واضح ودون سبب ودون مبرر مقنع هي رسالة واضحة سياسية لمن يريد أن يفهم في لندن، وهم طبعا استوعبوا في بريطانيا رسالة غياب بايدن عن تنصيب الملك تشارلز. والآن رسالة ثانية هي زيارة أيرلندا بدل إنجلترا، هذه رسالة ثانية من بايدن اتجاه بريطانيا. لنرى أن أين الأمور ستذهب فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا. هنا الحديث عن ألمانيا وتوجه تشارلز في أول زيارته الخارجية إلى ألمانيا مثلا بدل الولايات المتحدة، وهذه فيها رسائل واضحة، وكانت هناك حفاوة كبيرة من قبل الألمانيين بزيارة تشارلز أيضا. نعم. أستاذ محمد المدحجي الكاتب والباحث السياسي حدثتنا من لندن، شكرا جزيلا لك.